السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا بعد الزيارة الأولى من العراق في مايو سنة 1990 بكل الصور محملة معنا والتقارير إلى آخره، ونشرناها في كل الأدبيات. الإغاثة الإسلامية دي جعلت كل المؤسسات التي كانت تمسك أو تجمع المال ولا تراقب في صرفه تتبع خطواتنا وتتبع نهج الإغاثة الإسلامية وتنفتح وتكون فيها معيارية أكثر وشفافية أكثر. وكذلك وبدأ هذا الأمر مع المؤسسات العراقية سواء كان في أوروبا أو كان في أمريكا. رجعنا متحمسين جدا جدا جدا، محمسين محفزين علشان ما نرجع مرة أخرى في نفس السنة من أجل مشروع آخر. والمشروع الآخر كان هو شراء معدات وشراء أدوية لعلاج مرض سرطان الدم الأبيض الذي يصيب الأطفال. فماذا فعلنا؟ عملنا ميزانية كبيرة جدا قرابة $1,000,000، واشترينا كذلك معقمات للمستشفيات. وكان أحد المتبرعين جزاه الله خير إذا كان حيا الآن أنه تبرعنا بالمبلغ ده قرابة $1,000,000، وعلشان نشتري الدواء العلاج السرطان ده كان لابد أن ناخد موافقات من دول، وكذلك لأن مش كل دولة بتسمح بنقل الأدوية للعراق في هذا الوقت والعراق محاصر. مش كده كذلك حتى حقن، لأن كان زمان الحقن دي حقن فيها معادن، حقن معدنية عشان بتخش الحقن دي في الظهر أو إلى آخره، غير الحقن العادية البلاستيكية اللي هي ليها بس سن المعدني. حتى دي كل الشركات الأمريكية رفضت إنها تبيع لنا لا الحقن ولا الأدوية في هذا الوقت، واشتريناها من بعض السماسرة من داخل أوروبا. والحمد لله عملنا خريطة علاج مع مستشفى الأطفال العام في مدينة برمنغهام على ما هي الأدوية وجرعات الأدوية، يعني زي ما تقولوا يعني خريطة علاج كاملة. زائد اشترينا المعقمات كذلك اللي عشان الملايات السرير والأراضي ما كانش فيها حاجة خالص. وكان برنامجنا هو كالتالي: اننا الأدوية والحقن تعطى للمستشفى المركزي العام في مدينة صدام حسين الطبية في بغداد اللي هتكون مرجعية لكل العراق، دي نمرة. اما بالنسبة للمعقمات والمحاليل الى اخره فحطناها توزع على ستة، وعلى مش فاكر عدد المحافظات بتاعت العراق 16 ولا 26، المهم يعني بحيث ان كل ما نروح في كل محافظة باسم الكمية تعطى للمستشفى المركزي في هذه المحافظة. يعني احنا عملنا خطتين: خطة العلاج السرطان وحطيناها كل الأدوية والحقن فين؟ في مجمع صدام حسين الطبي ومستشفى صدام حسين الطبي ببغداد تبع لكلية الطب. أما المواد الأخرى فوزعناها على كل المحافظات بلا استثناء، وكل يعني عنده وصلت الأمر. فده اللي احنا حاولنا نعمله في عام 1997. بدأنا البرنامج والخطة في جمع التبرعات ووضع هذه الخطة للعلاج، وبعد نفذناها بفضل الله سبحانه وتعالى في عام 1997 بعد ما ما وفقت لنا الوزارة بإدخال مثل زي الآن. لما أنا نزلت العراق المرة الثانية في حوالي يوليو كان الدنيا حر حر حر، كان معايا شاب تاني زي أفطاب كان اسمه عفان، وكان دي أول وظيفة لي وأول مرة يطلع في رحلة ميدانية. وكان راجل محترم جدا، نحيف، لا يأكل كثير، ضعيف البنية، وكذلك كان من نوع نظيف جدا، وعنده اللي هو الرائحة اللي بيحطها في الجزمة علشان العرق، وشرباته بردك اللي بيلبسها في رجله شربات بيضة زي أفطاب. نزلنا في نفس الفندق، ونزلنا قد تكون في نفس الغرفة، بردك غرفة فيها سريرين، وأنا كنت دايما ما بحبش أفطر الصبحية، وعفان محتاج إنه يفطر الصبحية، أنا عفان نحيف. فأول يوم عدى عفان كبر مخه، تاني يوم عدى كبر مخه، لكن بحاول أوفر 5,000 دينار لكل واحد منه، 5,000 دينار يعني $4 تقريبا أو $5. عفان في اليوم التالي قال لي اسمع بقى، أنا مش خارج من الأوتيل إلا لما أفطر، عاجبك عاجبك، مش عاجبك مش عاجبك. فطبعا أسقط في إيدي وقلت له حاضر يا عفان، تفطر يا عفان. فطر عفان وفطرنا وخرجنا، وكملنا بقى على اللي هو عمل دراسة الجدوى اللي احنا بنتكلم عنها اللي فيما بعد تحولت إلى هذا المشروع الكبير اللي احنا نفذناه بفضل الله سبحانه وتعالى. من الطرائف اللي حصلت بيني وبين عفان إن أنا حبيت أكرمه.
فخدته معايا في يوم من الايام يفطر فين؟ يفطر في مصمت لحمة راس. في مصمت ايه؟ لحمة راس. دخل المصمت بتاع لحمة راس اللي بيسموه العقل الباتشا، كان هيغمى عليه وهيتقيأ، مش قادر يشم الريحه، مش قادر يبص على ايه اللحمه واللسان والجوهره واللي كذا واللي كذا، لا مش هاكل. قلت له طيب خلاص انا هاكل وهاخدك بعد كده لحاتي ياكلك. خدته بعد كده على اخونا السوري اللي هو اللي هو التاجر الخرفان ده، وقلت له حضر له صينيه. قال لي ده هياكل ده. عمل له بقى صينيه فيها كل حاجه، فيها شقف وفيها كفته وفيها كباب وفيها كذا. قال لي ده ممكن يعمل فانيلا بتاعته. المهم معلومة عفاه ما اكلش، ولكنه في الاخر الحمد لله قام بدور جيد جدا في ايه؟ في كتابة اللي هو المشروع، ومساعدني في كتابة المشروع، كان هو شغال في قسم المشاريع. دي غلطة تانية برضك انا اخطأ، ان انا ما اهلتش عفان لصعوبة الموقف الذي سوف يراه في العراق. الامر الثاني ما اهلتوش الى درجة الحرارة التي تكاد تكون 50 او اكتر درجة مئوية. النمرة الثالثة ما اهلتوش ايضا الى صعوبة التنقل في كل مكان داخل بغداد في هذا الحر القائس. فده خطأ تاني مني، خطأ اخلاقي وسلوكي ليا، ان شاب زي كده اول رحلة انا ما اهلتوش زي ما اهلتش قبل كده افطاب في الرحلة بتاعت الاضاحي. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.